10 bucks. 5 bucks. 8 bucks and I'll do it. Fine. Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement! Help me! قبل 12 عام في 2005 تحديداً شهدت الشاشة إحدى حلقات مسلسل Family Guy والذي ظهر فيها شاب يركض بين المتسوقين طالباً المساعدة هرباً من كيفن سبيسي. لم يثير ذلك المشهد فضول أحدهم أنذاك، ولكن ها هو في عام 2017 يكشف حقائق عدة. فمن كان يعلم بحقيقة ممثل هوليوود الأشهر منذ ذلك الوقت واختار الصمت موقفاً له. There's no coming back from this. No, I know exactly what we're about to do. ضجت وسائل الإعلام بخبر تحرش نجم الأوسكار كيفن سبيسي بأنتوني راب عام 1986، وإكمالاً لسلسلة الاعترافات صرح المخرج توني مونتانا أن سبيسي تحرش به أيضاً. وكشف ممثل سابق رفض الإفصاح عن اسمه أن كيفن حاول اغتصابه عندما كان عمره 15 سنة نتيجة تصريح منه عن إعجابه به. لا زالت القائمة تطول، فلقد كشف الممثل المكسيكي روبرت أنه أيضاً كان ضحية تحرش جنسي من كيفن. وبعد الاتهامات الأربعة أصدر الممثل بياناً أكد خلاله أنه يسعى إلى العلاج، ولكن ما يثير الغرابة اعترافه خلال سطور كلماته بأنه مثلي الجنس وليس محرجاً من اعترافه بذلك. كردة فعل من الوسط الفني على الاتهامات والاعترافات، أعلنت شبكة نتفليكس رفضها الاستمرار في إنتاج المسلسل الأمريكي الأضخم House of Cards إذا استمر كيفن بطلاً له، مما أدى بدوره إلى إيقاف إنتاج العمل. كيفن وتحرشه بمن هم دون السن القانونية، ما هي الإجراءات المتبعة ضده؟ وهل من الممكن أن تحميه نجوميته من إيقاع العقوبات عليه؟ يعني كيفن سبيسي وغيره من الفنانين اللي الآن بدأوا يظهروا على الساحة إنهم متحرشين جنسياً، والغريب إنه كيفن يعني ما خلى رجال وسيدات يعني تحرش فيهم، فيمكن هو على قولهم العقد يبدأ بواحد حبة لولو تطيح كل الباقي يتنثر يعني، فأول واحد يقول ترى تحرش فيها يتشجعوا الناس اللي بعدهم يقولوا تحرش فيها. ويمكن كيفن ما هو أول ممثل، سبقه بيل كوزبي وكثير من القادة والسياسيين اللي لهم مناصب كبيرة يعني. فمو بس كده، كمان جاء الدور على المنتج السينمائي هارفي وينستون، وكانت أكثر من 50 سيدة اتهمته في الفترة الأخيرة بالتحرش بهم أو الاعتداء الجنسي عليهم خلال 30 سنة. هي الفكرة سنة. أوكي، أنه ممكن يكون صح بالفعل الممثل ده متحرش فيهم، بس ليش ما اعترفوا أو قالوا في اللحظة اللي هو اتحرش فيهم؟ أكيد في موانع، ليش جلسوا سكتوا ولما أحد تكلم؟ موانع كانت تحت السن القانوني بعضهم، وبعضهم كان منحرج، أو كثير ناس أو طبعاً يخاف عمله، أو ممكن يكونوا عشان شافوا أنه هو وصل لمرحلة مرة كويسة في التمثيل أو صار مرة غني، فممكن يكون برضو أسلوب ابتزاز. والموضوع ما هو سهل يعني، اللي يقوم يعني اللي بيتحرش فيه أو المتحرش طبعاً هذا إنسان يعني لا تعليق، بس أنه سواء خصوصاً لو كان طفل أو مراهق، ترى مرحلة أنه في خوف يكسر عشان يقول ترى أنا حصل لي كده، موضوع يبغاله مواجهة. فلما الواحد يبدا يتكلم ممكن اللي بعده يتشجع، اوف حتى انا. بس هي الفكره يعني كيف انت تقدري تثبتي انه بالفعل مثلا تحرش بالطفل ده او بالشخص ده قبل 10 سنين بالضبط، يعني وخصوصا مر عليه زمن مره طويل. طبعا مو يعني بس على الصعيد العالمي، حتى على الصعيد العربي بتصير كثير من حالات التحرش، لكن زي ما كنا بنتكلم قبل شويه ليش بيكون في سكوت وبعد فتره من الزمن بيصير في تصريحات انه انا مش انا عفوا يعني انه في كثير بيقولوا انه تم التحرش فيهم، زي الممثل المصرية رانيا يوسف والمغنية مروة والإعلامية المصرية لميس حديدي، كلهم قالوا أنه في فترة من خلال عملهم يمكن في البدايات تم التحرش بهم جنسيا. يعني مو بس انه يمكن مسمى التحرش الجنسي يختلف من بلد لبلد للاسف الشديد، يعني يمكن في بعض الدول زي في امريكا واوروبا مجرد انه قال لها عبارات تكون تعتبر تحرش، هذه تعتبر تحرش، هو في تحرش لفظي وتحرش فعلي يعني يمكن هنا عندنا في السعوديه او في الخليج التحرش هو الفعل الاغتصاب. وبرضه يا جماعه لا تنسوا انه احنا هنا مجتمعات شرقيه، مش بسهوله انه الست تقدر تيجي وتتكلم، لأنه في الأخير مجتمعنا راح يجرمها هي. ما بعد التحرش يجي الابتزاز يعني، وهذا الأسوأ اللي اضطريتي انه هو يتحرش فيك. وال يعني الصعب في الموضوع لما تكون ما هي سيدة، لما يكون المتحرش به هو شاب. نعم. او طفل او مراهق. طيب وهذه كمان مسؤولية اكبر وكمان حمل كبير. خلينا احنا ناخذها على ابعاد قانونية.